خلينا نشوف أليكسي نعمة قبل ما نروح لغرفة التحكم. أليكسي نشوف شو صاير كمان إحصاءاتكم بالساعات الماضية. صباح الخير. صباح النور، يعطيكم العافية. إحصاءات الحوادث 24 ساعة اللي قطعوا، في عنا 16 حادث 20 إصابة، موزعين على بيروت 3 حوادث 6 إصابات، جبل لبنان 5 حوادث 6 إصابات، الشمال حادثين إصابتين، والبقاع 5 حوادث و8 اصابات. نعم. بتوزع عن الحوادث 8 دراجات نارية وسيارات، اما الاسباب بتعود كلها للسرعة. اما بالنسبة للمهام اللي قامت فيها فرق الاسعاف الطوارئ بالصليب الاحمر، سجلت 416 مهمة موزعين على 231 حالة طوارئ، 161 نقل مريض عادي و24 نقل مريض من مستشفى الى اخرى. هذا كل شيء ال 24 ساعه اللي قطعوا، بتمنى على كل السائقين الانتباه خلال الغياب بسبب عوامل الطقس والتصحيح. الحادث اللي صاير على استراد صالومي هو شاحنة طابعة على جنب مصطدمة بدفاع لقطاعات. هذا كل شيء. شكرا لك أليكسي نعمة، مدير الاسعاف والطوارئ بالصليب الاحمر اللبناني.